أسوة للكليات التي تتشوف إلى ترجمة علوم الشريعة الإسلامية في هذه البيئة المباركة. وإن الشعور الذي انتابني أثناء زيارتي لهذه الكلية العريقة، هذه الكلية المباركة بهذه التخصصات الرائدة الراقية المشجعة للغة العربية ولمسالك فهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، راها بقعة طاهرة بإذن الله ستخرج الكلأ الطيب والعشب الكثير، علما ينتفع به باعتبار هذا الواقع. وإني أشير إلى أن الأجر الذي يستحقه ذوي الهيئات الذين أسسوا لهذه الكلية كما قلت في هذه البقعة أجر نحيل فيه على خزائن الله سبحانه وتعالى التي لا تنفد. بارك الله في هذه الكلية، بارك في أعمالها ومشروعها، وبارك في القائمين عليها. وأسأل المولى عز وجل أن يوسع بقعتها وبيئتها لتستغرق كل التخصصات وتصيب كل المقاصد التي وقعتها في هذا المشروع المبارك.